انت كل هالشي انت اللي زينتي؟ ليش مكتوب على هالكرت عرس ماليشكا وريشي؟ قلي أنا ماني عم شك فيك، أنا بس عم أسألك هلا إذا بتريد قلي الحقيقة. ليش مكتوب هيك عرس ماليشكا وريشي؟ جاوبني ريشي، شوفوا هذا هو المكتوب. ايه هالشي صحيح، هذا غلطي، قصدي بالغلط. انا عن جد اسف لاكشمي، اسف كتير. أنا كان لازم أقلك من قبل عنه. شو الشي اللي بدك تقلي عنه؟ إنه أنا كان بدي أقلك هي 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 كانت غلطة، خطأ مطبعي. إيه أنا اللي قلت لهم إنه يطبعوا كروت عرس ماليشكا، يعني كان لازم أقول لهم. لهيك انت قلتي لي من قبل ريشي نحنا لازم نساعد ماليشكا ونوقف معها بعرسها، لهيك كرمال عرس ماليشكا انا طلبت انه يطبعوا الكروت وانا رح ادفع حقهم، وبس بعثوا لي عينه منها. بس هنن ليش طابعين اسمك؟ قول. هي العينه الغلط بسببي انا طلبت منهم يطبعوا كروت عرسها لماليشكا، بس انا نسيت اني اقول لهم على اسم فيراج، لهيك انا ما عارفان ليش عنا فكروا انه انا. لهيك هنن طبعوا اسمي على الكرت وبعتولي الموديل مشان وافق عليه.